أما الآن فمع آخر فقرة في احتفالنا هذا ومع الأناشيد والأهازيج ومع منشدنا المنشد الأستاذ محمود الخياط، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الحضور، أحبتي المستمعين، أحبتي المتابعين عبر الفضاء الإلكتروني. نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، ميلاد ضامن الجنان علي بن موسى الرضا عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يرفع عنا هذا الوباء والابتلاء بحقه وبحق عترته الطاهرة وبحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إن جئت تسأل عن شموس حياتي، إن جئت تسأل عن شموس حياتي، عن لمسة الإبداع في أبياتي، هم أحمد وعلي والطهر التي تدعى البتول رفيعة الدرجات. اللهم صل على محمد. والمجتبى حسن وسيد كربلاء، المذبوح كرم الدين والآيات، والتسعة الأقمار أولهم علي، زين العباد وصاحب الثفنات. على محمد. والباقر العلم الزكي وجعفر، من بث نور العلم في الظلمات، والكاظم المظلوم باب الحوائج، ما خاب من ناداه في الكربات، وغريب طوس ذو الرضا ومحمد بالجود يسمو وارتقى الذات. اللهم صل على وعلي الهادي النقي المرتجى، والعسكري أبو الخلاص الآتي، والقائم المهدي غيث الورى من ظلمة التكفير والآهات، هم أهل بيت للنجاة وسيلتي، صلوا عليهم، صلوا عليهم بأرواحهم.
ارفع الصلوات على محمد. والمعاني 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 ألالي مثل قبتك والمعاني، لأنك نور للحب والمعاني، وذا المحتاج جالك والمعاني، أبد ما يرجع وإيدا خليا. أبد ما يرجع إيد خليا، أبد ما يرجع إيد خليا، أبد ما يرجع إيد خليا. علا لعلا لعلا يا قلبي خذ إلى شوقي، لعلا 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 بنظرة يغمرني، لعلا وهو إلي ما خذ الشاكي، لعلا ضريحة صار مشفى وصيدنية، ضريحة صار مشفى وصيدنية، ضريحة صار مشفى وصيدنية. منالك إذا محتار وخايب، كل منالك قطعت الأمل من صحبك ومن آلك، توجه للرضا تحصل منالك. أبد ما عند أي حاجة عصية، أبد ما عند أي حاجة عصية، أبد ما عند أي حاجة عصية. محمد وآل محمد برصلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على. يا طير يا طير على جناحك خذني، يا ريت يا ريت صحن الرضا تذبني، يا طير يا طير على جناحك خذني، يا ريت يا ريت صحن الرضا تذبني. بالله والقرآن والنبي العدلان للرضا السلطان، أخذني خذني عالجنحان لجمل الأوطان، عد عظيم الشان، أخذني أخذني للرضا مشتاق والنبي مشتاق، تذبح الأشواق، اخذني اخذني ذبني يم الباب، امسح بالتراب والفم الاعتاب، اخذني اخذني. يا ليت يا ليت اسحف الى بديني، يا ريت يا ريت صحن الرضا تذبني، يا ريت يا ريت
على جناحك خذني يا ريت يا ريت صحن الرضا تذبني يا طير يا العالي ما غاب عن بالي أخلع العالي وزورا شوقي فاضحني وانظر العيني للرضا خذني وزورا وزورا قبلتي مشهد والرضا يشهد لله أتعبد وزورا أنا أمل بعيد أو ملا بالإيد يومي يصبح عيد وزورا وزورا صليت صليت فرض العشق حنيني يا ريت يا ريت صحن الرضا يذيبني صليت صليت فرض العشق حنيني يا ريت يا ريت صحن الرضا تذيبني مني يا طاير انكتب زاير واجبر الخاطر وطوفا وطوفا روحي تتمنى توصل الجنة لجلة تتعنى وطوفا وطوفا قبر لسعى مية مو سبعة للفرح دمعة وطوفا وطوفا حجي الأكبر ابن النبي الأنوار كعبة بالأكثر وطوفا وطوفا يا ليت يا ليت خادم إلى يقبلني يا ريت يا ريت صحن الرضا تذيبني يا ليت يا ليت خادم إلى يقبلني يا ريت يا ريت صحن الرضا تذيبني يمتأت نفس صبحه الأقدس شمس ما تطمس وشمة وشمة روحي لي تريد جنة من قصيد عنا ما بعيد وشمة وشمة ألف من الشباك بالهوى لملاك ينعن الله الشاك وطوفا وطوفا بكراماته تزهي جناته تظهر آياته وطوفا وطوفا حنيت حنيت يزداد لا يقيني يا ريت يا ريت صحن الرضا تذيبني حنيت حنيت يزداد لا يقيني يا ريت يا ريت صحن الرضا تذيبني صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد يلا
الكل يانا بالهوسات نحيا هذا المولد اللي ويانا في الماتم واللي قاعد في بيته يتابع نريد هذه تفاعل. ضامن الجنة إمامي وشافعي بيوم الحشر حاشا حاشا اللي يطلبك ما تنفذ للأمر وأنا يا مولا يطلبك والأماني وش كثر ودي أوصل لك ضريحك ألوهي مرة في العمر ها خوتها والحاجة يمك مقضية والحاجة يمك مقضية والحاجة م... إيه إيه والحاجة يمك يا إمامي بغربة احنا نعيش وبس انت الوطن تدري يا مولاي ضعنا وماكو راحة بهالزمن نسألك نظرة رحيمة سيدي يا بالحسن تدعي الله يزول عنا هالبلاء وهالمحن أخوتها تاليها المشهد نتعلنا تاليها المشهد نتعلنا تاليها المشهد تاليها المشهد سيدي جينا على بابك سيدي جينا على بابك والأماني عدنا كثرة من يناجيك بدعاء يطمع بالحساب نظرة ندري ما تخيب دعاء وانت بالأحوال أدرى باجر بساعة الشدة ماكو غيرك إلى يحضرا ها خوتها وبإيدك الدخل الجنة وبإيدك الدخل الجنة وبإيدك الدخل الجنة وبإيدك الدخل ما أبالغ لو أقول بحبك قلبي تجنن من تجنن في محبتك من تجنن في محبتك واجب عليه تطمن ماكو غيرك عدنا في هالدنيا يا مولاي مأمن ولو شقينا ندري بيك علينا كل لحظة تحلى ها خوتي ها ارفع ايدك ها اللي قاعد في البيت ها ولا في الماتم يرفع ايدها وابدا ما تردها زوارك وابدا ما تردها ابدا ما تردها زوارك ابدا ما تردها زوارك ابدا ما تردها زوارك زوارك ان شاء الله نسأل الله ان نكون من زوار الامام في الأعوام القادمة إن شاء الله ولا ينقطع هذا الوصل بيننا وبينهم إن شاء الله. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن هشام بن أحمد سألني الإمام الكاظم عليه السلام ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل علمت أحدا من المغرب قد قدم قلت لا قال بل قدم رجل فانطلق بنا نركب إليه
وركبت معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق، فقال عليه السلام: اعرض علينا. فعرض علينا 9 جوار، كل ذلك يقول الإمام الكاظم: لا حاجة لي فيها. ثم قال له: اعرض علينا. قال: ما عندي شيء. قال عليه السلام: بل اعرض علينا. قال: لا والله، ما عندي إلا جارية مريضة. فقال عليه السلام: ما عليك أن تعرضها علي. فأبى علي، ثم انصرف. يقول هشام بن أحمد: ثم أرسل الإمام الكاظم ابن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الغد، فقال لي: قل له كم غايتك فيها؟ واشتريتها منه بالقدر الذي يريده. ثم قال لي: من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة: إني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت: ما هذه الوصيفة عندك؟ قلت: اشتريتها لنفسي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتزوج الإمام الكاظم عليه السلام وقال: والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه، ولم تلبث معه إلا قليلا حتى حملت بالإمام الرضا عليه السلام. وتقول نجمة: لما حملت بابني علي عليه السلام لم أشعر بثقل الحام، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهونني. فإذا انتبهت لم أسمع شيئا، وعند ساعة الولادة امتلأت البيت بروائح الطيب، وسطعت الأنوار في أنحاء الدار. وبينما هي كذلك، إذ وضعت بالإمام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل. صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، الأمة المعصومين، صاحب العصر والزمان. إلهي عجل فرج صاحب العصر والزمان،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مولانا وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من التابعين إليه والمشيدين دولته وأركانه ومن المستشهدين بين يديه واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله يا الله وأعدنا على هذه المناسبات إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين بحق الصلاة على محمد وآل محمد. كل الشكر والتقدير إلى منشدنا الرادود الأخ محمود النشيط على جميل مدحه في آل بيت المصطفى عليهم السلام وفي بث أشواقه لزيارة الإمام الرضا عليه السلام.